طبيعه حالات الاطفال اللي بتجينا حالات النزلات المعويه، والاسباب طبعا كثير، الازدحام، الميه الملوثه، الاكل الملوث. حالات الاطفال اللي بتجينا للامانه حالات صعبه كثير، بتوصل لمرحله الجفاف، مرحله الجفاف في النزلات المعويه قبل الحرب قليل ما نراها. احنا بنعاني في الطوارئ بالنسبه نسبه الاطفال اللي بيجونا نسبه عاليه جدا، يعني قد انا في المناوبه 24 ساعه برتاح عليها يوم او يومين، ال 24 ساعه ما بين 700 ل 1000 حاله للامانه ما ضل فينا طاقه، استنزفنا بكل معنى الكلمه. المستشفيات بحاجة لتدخل عاجل وطارئ. نحن نموت بالبطيء، نحن نقتل بالبطيء، لا يوجد ماء نظيف، ولا يوجد هواء نظيف، ولا يوجد طعام نظيف، ولا توجد كهرباء، ولا يوجد علاج، ولا يوجد دواء. أين المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية المستشفيات؟